السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ مجموعة جديدة من البرازايتس اللي اسمهم نيماتودز، وهنتكلم على الاسكاريس لامبريكويدز اند انتروبيوس فيرميكولرز. مجموعة البرازايتس اللي هنتكلم عليهم النهاردة اسمهم نيماتودز، اللي هما تبع فايلم نيماتي هيلمنسز. احنا قسمنا الهلمنسز قبل كده الى مجموعتين، فلات وورمز اند راوندد وورمز. الفلات وورمز زي التريماتودز اند سيستودز، ودول خلصناهم، والراوندد وورمز اللي هما النيماتودز احنا هنبداهم النهارده ان شاء الله. النيماتودز دول اللي فاتوا، الهلمنسز الفلات اللي هي زي التريماتود والسيستودز كان لهمش ليومن، كانوا فلات وما لهمش اليومن، لكن النيماتودز زي القلم كده ولهم اليومن راوندد في الكروس سيكشن، ولهم اليومن وهم سيمتريكال ومش سيجمنتد زي السيستودز. دول لا، ان سيجمنتد. السايز بتاعهم فاريبل زي الصوره اللي موجوده قدامكم كده. السايز بتاعهم ممكن يبقى في صغيرين ملي واحد، وممكن تبقى كبيره ممكن توصل ل 1 متر. بتبدا النيماتودز دي لما نيجي نعمل لها ديسكريبشن، نبدا باول حاجه هي الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم ده تيوب، سمبل تيوب، بتبدا بالماوس وبعدين بكال كافيتي اسوفيجس انتستين وبتنتهي بالانس. الماوس ده ممكن يكون له ليبس زي الصوره الاولانيه، زي مثلا في الاسكاريس ادي في قدامنا 3 ليبس. ممكن يكون لها تيث زي الاسنان او كاتنج بليتس زي الثانيه، الصوره الثانيه والصوره الثالثه، وده هنشوفهم فيه، هنقولهم بعد كده في الانكلوستوما اند نيكيتور. بعد الماوس والبكة الكبسول في حاجة اسمها الاسوفيجس. الاسوفيجس ده بيفيدنا شكله مختلف في بعض انواع النيماتودز في واحدة عن واحدة، وبيفيدنا في الايدنتيفيكيشن اوف ذا سبيشيز. اول شكل من اشكال الاسوفيجس هي الكلاب شيبد اسوفيجس، زي ما احنا شايفينه في الصورة اللي فوق، كلاب شيبد زي مضرب التنس، وده بنشوفه في اسكاريس لامبريكويدز، في الهوك ويرمز، وفي الترايكوسترونجلس. النوع الثاني حاجه اسمها دبل بالبد اسوفيجس زي الصوره اللي تحت. الدبل بالبد اسوفيجس ده الاسوفيجس بيبقى زي جزئين، الجزء الاولاني منه كلاب شيبد اسوفيجس وسيبريتد بنارو ريجن في النص، جانكشن نارو جانكشن، والبوستيرور بارت بيبقى سفيريكال، وده موجود في واحده بس من النيماتودز اللي هي الانتروبيوس فيرميكولارز. فالدبل بالبد اسوفيجس ده كاركترستيك اوف انتروبيوس فيرميكولارز. النوع الثالث هو السلندريكال او الفيلاري فورم اسوفيجس، وده مستطيل، هو بس كله الشيب بتاعه ان هو بيكون مستطيل سلندريكال ورفيع جدا زي الشعرايه، عشان كده بنسميه فيلاري فورم، وده ممكن نشوفه في الفيلاريا او في دراكانكلوس. النوع الرابع هو الرابديتي فورم اسوفيجس، رابديتي فورم اسوفيجس، وده بيبقى له انتيريور سيلندريكال بارت اند بوستيريور بايريفورم بارت، وفي النص كونستريكشن، وده كاركترستيك للسترونجلويدز تيركوراليس ونوع من اللارفات اسمهم رابديتي فورم لارفي. اخر نوع هو سيلولار اسوفيجس. السيلولار اسوفيجس ده one row الاسوفيجس lined by one row of cells، وده في ترايكينيلا سبايراليس اند ترايكوريس تريكور. سيلولار اسوفيجس في الاثنين بارازيت بيبدأ بحرف T، ترايكينيلا سبايراليس اند ترايكوريس تريكور. بعد الاسوفيجس في الانتستين، والانتستين دي بتنتهي بالopening of the anus زي اللي احنا شايفينها في الصورة. كده خلصنا الدايجستيف سيستم، اول حاجة فيه بيبدأ بالماوس والبكة الكافيتي، وبعدين الاسوفيجس، وقلنا الاشكال بتاعت الاسوفيجس اللي ممكن نشوفها في الديفرنت نيماتودز، وبعدين الانتستين والانتستين اندنج باي ذا انس. بعد الدايجستيف سيستم هنتكلم كلمتين على الريبرودكتيف سيستم. الريبرودكتيف سيستم في النيماتودز عندنا السيبريت سكس، يعني الميل لوحده والفيميل لوحدها، ودايما الميل اصغر من الفيميل، والبوستيرور اند في الميل كيرفد. السيستم نفسه، الريبرودكتيف سيستم نفسه بيبقى زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، مثلا في الميل بيبدا بالتيوبيول دي، بتبدا بتدفرنشيتد انتو تيستيس فاس ديفرنس سيمينال فيزيكلز ايجيكولاتوري داكت، وبعدين بتفتح بالكلوكا ايزر سيبريت اوبننج او مع الانس. وفي الفيميل
بيبقى الاوفري والاوفيدكت والسيمينال فيزيكل او سيمينال ريسبتاكل اند يوترس اند فاجينا. تمام. وفي بعض الميلز بنلاقي فيه additional structures زي copulatory structures زي spicules او bursa او الاثنين. لو هنقسم النيماتودز according للهابيتات هيبقى عندنا نوعين من النيماتودز. النوع الاولاني اسمه intestinal nematodes والنوع الثاني اسمه tissue nematodes. الانتستاينال نيماتودز دول هيعيشوا في السمول انتستن او في اللارج انتستن. اللي في السمول انتستن زي الاسكاريس لامبريكويدز، هوك وورمز، سترونجلويد ستيركوراليس، ترايكوسترونجلاس، كابيلاريا فيليبنينسيس وتراكينيلا سبايرالس. اللي هيعيشوا في اللارج انتستن زي الانتروبيوس فيرميكولاريس وترايكورستيكو. التيشو نيماتودز يا اما الادلت هي اللي تبقى موجوده في التيشوز او اللارفا هي اللي تبقى موجوده في التيشوز. لو الادلت موجوده في التيشو الاكزامبل ليهم زي الفيلاريا، لو اللارفا هي اللي موجوده في التيشو الاكزامبل ليهم التراكينيلا سبايراليس واللارفا مايجرانس كيوتينيوس اند فيسرال لارفا مايجرانس. هنبدا بقى باول واحده من النيماتودز وهي الاسكاريس لامبريكويدز. الاسكاريس لامبريكويدز الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعها كوزموبوليتان، يعني موجوده في كل انحاء العالم، وهي بتبقى نفس الكرايتيريا اللي قلناها في الجنرال كاركترستكس هي نفسها هنطبقها على النيماتود على الاسكاريس، بس هنختار الحاجات اللي تخصها. يعني هي راوندد كريمي وايت، لها ماوس ولها 3 ليبس زي ما شفنا، لها اسوفيجاس وشكل الاسوفيجاس كلاب شيبد اسوفيجاس، سيبريت سكس الميل لوحده والفيميل لوحدها، الفيميل اطول 25 ممكن توصل ل 25 سنتي، والبوسيرير اند بتاعتها ستريت ولها دبل سيت اوف جينيتاليا، الفالفا لها اوبننج والاوبننج دي عند الجانكشن اوف ذا انتيريور ثيرد اند ميدل ثيرد اوف ذا بادي. الميل بيبقى اقصر 20 سنتي، البوسيرير اند بتاعته كيرفد فنترالي ولو 1 سيت اوف جينيتاليا وبروفايدد ويز 2 سبيكيولز. ده الصوره بتاعتهم زي ما احنا شايفين اهي، اللي عليها الارو دي هي الفيميل لانها اطول من الميل، والتاني الميل شايفين البوسير اند بتاعته تحت اهي كيرفد، والصوره اللي فوق دي شوينج الماوس وهو بروفايدد ويز 3 ليبس. بعد ما اتكلمنا عن المورفولوجي بتاع الادلت هنتكلم على المورفولوجي اوف ذا اكس. في ثلاث اشكال من الاكس ممكن نشوفها في الستول واحنا بنعمل ستول اكزامينيشن. اول نوع منها هو الفيرتلايزد ايج اللي هي الصوره اللي فوق دي. الفيرتلايزد ايج دي السايز بتاعها بتبقى من 60 في 45 اوفال و60 في 45 مايكرون، لها اتنين كفرنج. الاوتر لاير بتاعتها بتبقى ماميليتد يعني متعرجه شويه كده، لونها يلوش براون وجواها اماتيور اوفال. تمام. دي الفيرتلايزد ايج. تاني نوع ممكن نشوفه هو الانفيرتلايزد ايج، دي بتبقى اكبر في الحجم 90 في 45 مايكرون. الماميليتد لاير دي شوينج ليس ماميليشن، لها ثين ايج شيل والكونتنت اللي جواها لسه طبعا انفيرتلايزد، فالكونتنت اللي جواها ريفراكتايل جرانيولز. الفيرتلايزد ايج والانفيرتلايزد ايج زي ما انا قلت عليهم ماميليتد لاير من بره، ممكن الاثنين دول نفسهم اشوفهم بس بيكونوا لوزنج ما فيهوش الماميليتد لاير من بره دي، ودي بنسميها دي كورتيكيتد ايج. الماميليتد لاير بتبقى لوست سواء في الفيرتلايزد او الانفيرتلايزد، ودي اسمها دي كورتيكيتد ايج. نتكلم على اللايف سايكل. وزي ما انتم عارفين احنا اللايف سايكل اي في خمسة بوينتس كده لازم نكون عارفينهم عن اي لايف سايكل لاي بارازايت. اول حاجه الهوست، الهابيتات، المود اوف انفكشن، الدياجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج. اول حاجه الهوست في الاسكاريس لامبريكويدز هو الانسان، والادلت عايشه في السمول انتستين زي ما قلنا عايشه فري ماسكه بس بالثري ليبس اللي موجودين دول، اذروايز هي ماشيه فري في اليومن اوف ذا انتستين. المود اوف انفكشن ان احنا هناكل اكل ووتر او فيجيتابلز او اي اكل كونتامينيتد ويز ذا انفكتيف ايج. Contaminated with the infective egg. طيب مين الدياجنوستيك ستيج؟ يا اما نشوف الادلت اللي احنا قلنا عليها، يا اما نشوف الاجز، والاجز اي واحده من الثلاثه تايبس اللي احنا قلناهم. الانفكتيف ستيج برضو ايج، بس الايج اللي فيها السكند ستيج لارفا، يبقى الانفكتيف ستيج ايج كونتيننج سكند ستيج لارفا.
اللايف سايكل اوف اسكاريس لامبريكويدز هنبداها بالادلت ميل اند فيميل اسكاريس في الهابيتات بتاعهم اللي هو السمول انتستين. بيحصل ان الفيميلز تبدا تحط الاجز بتاعتها في الانتستين والاجز دي تنزل في الاستول. الاجز دي احنا قلنا في عندنا كام نوع؟ 3، يا اما فيرتلايزد يا ان فيرتلايزد يا دي كورتيكيتد. الان فيرتلايزد اج دي اجز ما اللي كونتنت اللي جواه ريفراكتايل جرانيولز ما فيش اوفا متكونت، فدي ما بتكملش السايكل خلاص، دي بيحصل لها ديسنتجريشن في الانفايرمنت وما بتكملش معانا اللايف سايكل. مين اللي هتكمل اللايف سايكل؟ هي الفيرتلايزد اج اللي جواها ماتيور اوفم. الماتيور اوفم اللي جواها تبدا تنقسم في الانفايرمنت طبعا اندر سيوتابل كونديشنز، من تمبريتشر سيوتابل مثلا 25 ديجري، هيوميديتي مناسبه، اكسجين. تبدا تنقسم الاوفم اللي جوه دي، والواحده تدينا 2 لحد بتفضل تنقسم لحد ما تتكون لارفا. وبعدين اللارفا اللي اتكونت اول واحده دي اللي هي الفيرست ستيج لارفا بيحصل لها حاجه اسمها مولتنج. حاجه اسمها مولتنج يعني بتنسلخ، بتكبر في الحجم وبتغير الكيوتيكل بتاعها وبيكون جوه الايج سكند ستيج لارفا. يبقى الايج اللي نازله في الاستول اللي حطتها الفيميل ادلت فيميل اسكاريس لامبريكويدز نوعين، يا فيرتلايزد يا انفيرتلايزد. الانفيرتلايزد ايج ما بتكملش السايكل خلاص، بيحصل لها ديسنتجريشن، بتتحلل وتموت في التربه. والايج اللي هتكمل معانا السايكل هي الفيرتلايزد ايج. الفيرتلايزد ايج جواها ماتيور اوفم، تبدا الخليه دي واحده دي تنقسم لحد ما تكون لنا لارفا. اللارفا الاولانيه دي فيرست ستيج لارفا، اول لارفا بتعمل اول مولت يعني انسلاخ، تكبر في الحجم وتغير الكيوتيكل وتكون لنا سكند ستيج لارفا. دلوقتي بقى عندي ايج جواها سكند ستيج لارفا، هي دي الانفكتيف ستيج. الايج كونتيننج سكند ستيج لارفا هي الانفكتيف ستيج، مش الايج الاولانيه اللي فيها الفيرست ستيج لارفا. يبقى لما نيجي نقول مين الانفكتيف ستيج لازم نقول ايج كونتيننج سكند ستيج لارفا. طيب دلوقتي جه الانسان كل اكل او شرب ميه كونتامينيتد ويز ايج كونتيننج سكند ستيج لارفا اوف اسكاريس لامبريكويدز، بلع الايج اللي موجوده دي، هيحصل لها هاتشنج، وبعدين اللارفا اللي جواها تخرج في الانتستين، وبعدين تعمل بنتريشن للانتستينال ميكوزا وتبدا تعمل مايجريشن، تعمل بنتريشن للانتستينال ميكوزا والانتستين وتوصل للسيركيوليشن، تدخل على البلاد فيسلز وتوصل للسيركيوليشن. وصلت للدم، الدم هيشيلها هيوديها اللنج، تمام؟ في تفضل موجوده في اللنج، عايشة في اللنج في الالفيولاي بتاعت في البرونكاي والبرونكيولز والالفيولاي بتاعت اللنج، وتعمل 2 مولتنج. يبقى المولت الاولاني حصل جوه الايج في السويل، المولت الثاني والثالث هيحصلوا في اللنج، تمام؟ وبعدين بعد ما خلاص المولت كبرت في الحجم هتخرج من البرونكاي ومايجريتنج بقى من البرونكاي، تطلع التراكية وتوصل للابيجلوتس، تتبلع وتنزل من الاسوفيجاس على السمول انتستين، وفي السمول انتستين تعمل الفورث اند لاست مولت وتتحول الى ادلت اسكاريس لامبريكويدز، تمام؟ يبقى علشان الادلت اسكاريس لامبريكويدز تتكون، اللارفا اللي موجوده دي محتاجه تعمل 4 مولت. المولت الاولاني حصل في الايج في السويل، اللي الثاني والثالث حصلوا في الالفيولاي في اللنج، المولت الرابع حصل في الانتست، وبعدين اتحولت لادلت اسكاريس لامبريكويدز. يفضلوا عايشين بقى في السمول انتستين ويحصل فيرتلايزيشن، والاجز والفيميل تنزل الاجز والاجز تنزل في الستويل في السويل والسايكل تتعاد تاني، تمام؟ طيب لما نيجي نتكلم بقى على الكلينيكال مانيفيستيشن، هنلاقي قدامنا ان الادلت او يعني من ساعه ما حصل الانفكشن حصل عندنا 2 ستيجز. اول ستيج فيهم هي المايجريشن ستيج، لما اللارفا عملت بنتريشن للميكوزا وللسمول انتستين وراحت على السيركيوليشن لللنج، ودلوقتي هي اللارفا دي موجوده وعماله بقى تعمل الاثنين مولتنج، فبتطلع برودكتس سكريتوري برودكتس، ودي بتعمل سنسيتايزيشن للهوست
والهوست بيبدأ يعمل allergic manifestation زي fever و respiratory manifestation زي cough و dyspnea. dyspnea يعني صعوبة في التنفس، cough و dyspnea. ممكن تعمل inflammation في اللنج، تعمل hemorrhagic pneumonitis، وده اللي احنا بنسميه verminous pneumonia أو Loeffler syndrome. verminous pneumonia يعني pneumonia بسبب الدودة دي، الفيرم دي، verminous pneumonia أو Loeffler syndrome. ومع التيشو انفيجن اللي هي بتعمله ده كله بيبقى فيه ايزينوفيليا. تاني ستيج هي الانتستينال ستيج، بعد ما بقى خلاص حصل كل المولتنج وصلت الادلت في الانتستين. لو مايلد انفكشن هيكون اسيمتوماتيك، وده نعرفه بس كده باي روتين ستول اكزامينيشن، نلاقي الاجز اللي موجوده. او البيشنت ممكن يشتكي من ابدومينال بين، كوليك، دايريا او كونستيبيشن. الادلت اللي موجوده دي عماله تاكل الدايجستد فود اللي موجود، فبتعمل نيوتريشنال ديفيشنسز بريزنتد باي لوس اوف ويت، جروث ريتارديشن، كوجنيتيف امبيرمنت، وخصوصا في الاطفال. الادلت زي ما احنا عارفين دي حجمها كبير، احنا قلنا الفيميل 25 سنتي والميل بتاعها 20 سنتي، فالحجم بتاعهم كبير. الحجم الكبير بتاعهم ده ممكن يعمل انتستاينال اوبستراكشن، حجمهم كبير ويزنق الانتستين يعملوا انتستينال اوبستراكشن، او يعمل اوبستراكشن الامبولا اوف فيتر وتعمل هيموراجيك بانكرياتايتس، او تعمل اوبستراكشن للبايل داكت وتعمل سوري اوبستراكتيف جوندس، او تعمل اوبستراكشن للابندكس وتعمل ابندسايتس. ده الاوبستراكشن بسبب الادلت ورم. او ممكن تعمل مايجريشن، هي نفسها تعمل مايجريشن وتعمل بنتريشن للوول اوف ذا انتستين وتخرج على البريتونيوم وتعمل بريتونايتس. دي صورة هي ادي كحكيس intestinal obstruction، ولما فتحوا الانتستين شايفين طلعوا كمية worms قد ايه؟ دول كلهم اللي كانوا عاملين intestinal obstruction. ممكن الادلت اسكاريس لامبريكويز تعمل migration، والmigration ده يوصل مثلا من الانتستين للاستومك، تخرج من النوز، من الماوس، تخرج من الاستيكيان تيوبس. طيب المايجريشن ده بيبقى غالبا بريسيبيتيتد او يعني increased بأكتيفيتيز، زي مثلا البيشنت ده يكون عنده فيفر من السيرجري، من الانستيك دراجز اللي هياخدها ديورينج سيرجري. لو كان سبايسي فود بيعمل اريتيشن للادلت ويخليها تعمل مور مايجريشن، فنشوفها في اماكن تانية زي ما شفنا كده في الصوره اللي قدامنا دي، خارجه من النوز وخارجه من الماوس. هنشخصها ازاي؟ الاسكاريس لامبريكويدز الاكزامينيشن، مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف ذا ستول، ممكن نشوف الاجز في الستول زي ايه. الاجز اللي هنشوفها اي واحده من الثلاثه تايبس، يا اما الفيرتلايزد ايج، انفيرتلايزد ايج، او ديكورتيكيتد فيرتلايزد اور انفيرتلايزد ايج. ممكن الادلت نفسها نشوفها نازله في الستول او في فوميتس او خارجه من النوز او من الانس. يبقى الدايجنوستيك ستيج عندنا هما الاثنين، الادلت والاجز. هنعالجها ازاي؟ دراج اوف تشويس هو الالبندازول، وده سنجل اورال دوز 400 ملي جرام، والاطفال بياخدوا هاف دوز. ممكن نعمل سيرجيكال انترفيرنس لو في كومبليكيشنز بقى زي الانتستينال اوبستراكشن او الابندسايتس او اوبستراكتيف جوندس، في الحاله دي ممكن نعمل سيرجيكال انترفيرنس. البريفنشن طبعا الحالات هنعالجها، وهنعمل هيلث اديوكيشن علشان البيشنت ما يعملوش ديفيكيشن في السويل ويبقى هما سورس الانفكشن للسويل. هنعمل بروبر سيويج ديسبوزال اند سيف ووتر سبلاي تو ذا هاوس. نجاوب سوا على السؤالين دول. Which of the following is the infective stage of Ascaris lambricoid؟ Rhabditi form larva، filari form larva، embryonated egg. الإجابة الصح هي embryonated egg أو egg containing second stage larva. Which of the following parasitic infections can be complicated by jaundice؟ Ascariasis، hydatid disease، hymenobiasis nana، A and B ولا A and C؟ برافو، الإجابة A and B، لأن الأسكاريس قلنا فيها دلوقتي obstructive jaundice، وفي hydatid disease كمان قلنا obstructive jaundice. البرازايت التاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي هي الانتروبيس vermicularis. انتروبيس vermicularis واحدة من النيماتودز اللي قلنا لهم شيب كاركترستيك هنقوله دلوقتي. الديستريبيوشن بتاعها جيوغرافيكال ديستريبيوشن هي كوزموبوليتان، ولها حاجات كاركترستيك كده في المورفولوجي، ان لها تو كوتيكولر اكسبانشنز ات ذا انتيرير اند، وشكل الاسوفيجس كاركترستيك اللي احنا قلنا عليه دبل بالبد اسوفيجس. الفيميل حوالي سنتي والميل نص سنتي، نصها بالظبط.
الفيميل لها اتنين يوترس ولها فالفا opening at the junction بين الانتيرور فورس and the rest of the body. ادي شكل الصورة اللي فوق، ده شكل الميل باين فيه جدا عوض الدبل بلبد اسوفيجس، وادي البوستيرور اند بتاعته كيرفد. الصورتين اللي تحت دول للفيميل، اللي على الشمال باين فيها الانتيرور اند والدبل بلبد اسوفيجس، اللي على اليمين باين فيها البوستيرور اند، والبوستيرور اند زي ما احنا شايفين بوينتد زي ما احنا شايفين كده شبه الدبوس، علشان كده الانتروبيس فيرميكولاريس اسمها التاني بين ورم، بين ورم او بالعربي الدودة الدبوسية. الاج بتاعتها لها زي ما بيقول في كل الاجز 2S و2C، السايز بتاعها 50×20 مايكرون، الشيب بلينو كونفكس، لها ناحية ستريت والناحية التانية كيرفد، ولها اتنين لايرز، الشيل بتاعها اتنين لايرز، ولها اوتر لاير كمان ثين البيومينس ستيكي لاير، هنقول فايدتها دلوقتي، ولونها كالرلس وجواها فولي ديفلوبد لارفا، يبقى دي ماتيور ايج كونتيننج فولي ديفلوبد لارفا وهي ترانسلوسنت ان شيب كالرلس. اللايف سايكل اوف انتروبيس فيرميكولاريس، التروبيس فيرميكولاريس ملهاش انترميديت هوست، هو بس الديفينيتيف هوست اللي هو المين. الهابيتات هي عايشه في السيكم والادجيسنت بورشنز اوف ذا سمول اند لارج انتستين. المود اوف انفكشن اوف انتروبيس فيرميكولاريس، الحقيقه ان هي لها كذا مود اوف انفكشن وده بيخليها وايد سبريد بارازايت. اول حاجه اوتو انفكشن، وقلنا يعني ايه، معناه ان الانسان يعدي نفسه بنفسه، يعني الاجز اللي موجوده في البري انر ريجور او في الستول هيعمل لها كونتامينيشن الهاندز وبعدين يبلع الاجز اللي موجوده دي، او فود اور درينكس كونتامينيتد ويز اجز اوف انتروبيس فيرميكولاريس. Inhalation of airborne eggs، الإكس دي خفيفة جدا فممكن الهواء يشيلها ونعمل لها inhalation وبعدين تتبلع ويتكمل السايكل في السمول في الانتستين. أو ريترو انفكشن، يعني إيه ريترو انفكشن؟ يعني الفيميل بتاعة الانتروبيوس فيرميكولاريس بتحط الإكس بتاعتها في البيري انر ريجون، فالإكس دي بتبقى فولي ديفلوبد جواها ماتيور لارفا، فبيحصل لها هاتشنج واللارفا بتخرج من الإك وترجع تدخل تاني من الاوبننج اوف ذا انس وتوصل للانتستين وتعمل المولس وتكمل السايكل بتاعتها. فريترو انفكشن معناها ان الاجز اللي موجوده في البري انر ريجون يحصل لها هاتشنج واللارفا اللي جواها تدخل الانتستين وتكمل السايكل. الدياجنوستيك ستيجز، ممكن نلاقي الاجز في البري انر ريجون، ريرلي نلاقيهم في الستول، او ممكن نلاقي الادلت فيميل اوف انتروبيس فيرميكولاريس، والانفكتيف ستيج زي ما قلنا طبعا هي الاج. اللايف سايكل بتاع الانتروبيس فيرميكولاريس سو سمبل، بتبدا بالادلت ميل اند فيميل موجودين في السيكم والادجيسنت بورشن السمول اند لارج انتستين، بس الفيميلز ما بتحطش الاجز بتاعتها في الانتستين، الفيميل بتخرج خالص بره الانتستين، تخرج من الاوبننج اوف ذا انس وتحط الاجز بتاعتها في البيري انال ريجون، وبعدين الاجز تفضل موجوده في البيري انال ريجون دي. تمام، الاجز دي بقى هنتعدى بيها ازاي؟ عن طريق انجشن زي ما قلنا، انجشن لفود كونتامينيتد او بالاوتو انفكشن، نبلع الاجز بتاعه الانتروبيس فيرميكولاريس هي كونتيننج الفور الفولي ديفلوبد لارفا، وبعدين جوه الانتستين السمول انتستين تعمل اول اتنين مولز ليها، وبعدين كمل على اللارج انتستين وتعمل الاتنين مولز التانيين وتدينا ادلت انتروبيس فيرميكولاريس، وتبدا الفيميل تحط الاجز تاني. يبقى لو الانفكشن هيكون بالاوتو انفكشن او بالكونتامينيشن اوف فود، احنا بلع فود كونتامينيتد باي ذا اجز، احنا بلعنا الاج وهي الاج هتنزل على الانتستين يحصل لها هاتشنج وتعمل الاربعه مولز بتاعتها في السمول اند لارج انتستين وتدينا ادلت. طيب لو احنا عملنا انهاليشن للاج، هنستنشق الاج باي انهاليشن وبعدين تدخل على الدايجستيف سيستم وبرده توصل، يعني مش بتخش على الريسبيراتوري، برده انهاليشن وتتبلع، انهاليشن وتتبلع، توصل للسمول انتستين وتكمل السايكل بقى 2 مولت في السمول و2 مولت في اللارج وتبقى ادلت. طيب لو بالمود اوف انفكشن الرابع اللي هي ريترو انفكشن، ده البيشنت نفسه بقى الاجز موجوده في البري انر ريجون هيحصل لها هاتشنج في البري انر ريجون، وبعدين اللارفا تدخل تاني جوه الانتستين تعمل الاربعه لارج انتستين تعمل الاربعه مولتس بتوعها وتتحول الى ادلت انتروبيس فيرميكولاريس. تمام، طيب ايه المانيفستيشن البيشنت هيجي يشتكي منها؟ الحقيقه ان اغلب البرزنتيشن بتاع البيشنت بيكون الايتشنج، ايتشنج في البري انال اند برينيال ريجون سبيشالي ات نايت بسبب المايجريشن اوف ذا فيميل جرافيت فيميل،
وطبعا الحركه بتاعتها دي بتعمل انسومنيا، نيرفوس اريتابيليتي، انيوريسيس، وخصوصا اللي هو التبول اللا ارادي، وخصوصا في الاطفال. ممكن اثناء المايجريشن ده تدخل في الانتست في الابندكس وتعمل اوبستراكشن للابندكس، ودي بريزنتد باي ابندسايتس. في الفيميل بيشنتس الورم دي ممكن هي خرجت بره الانس، ممكن وهي راجعه تاني مثل تتوه في الطريق وما ترجعش من الانس، تدخل من اليوريثرا وتعمل ديسيوريا، توصل لليورينري بلادر وتعمل سيستايتس، او تدخل في الفالفا والفاجينا وتعمل فاجينال اريتيشن. يبقى اغلب المانيفستيشن بتاعتها ريليتد للمايجريشن اوف ذا جرافيد ورم اوف ذا جرافيد فيميل، اللي بتعمل برينال اند برينيال ايتشنج، انسومنيا، نيرفوس اريتابيليتي، انيوريسيس. في الفيميلز ممكن تدخل على اليوريثرا وتعمل ديسيوريا على البلادر، او تعمل اوبستراكشن للابندكس وتعمل ابندسايتس از ا كومبليكيشن. طيب هنشخصها ازاي؟ اول حاجه بالطفل صغير جايه مامته تشتكي من ان هو على طول عنده ايتشنج في البرينيال ريجون او في البرينال ريجون، او فيميل تشايلد بتشتكي من فاجينال بروريتس. هنعمل لابوراتوري دايجنوزس، غالبا لو خدنا سامبل ستول سامبل مش هنلاقي فيها اكس. ليه؟ لان الفيميل ما بتحطش الاكس جوه الانتستين عشان تنزل في الستول، دي بتخرج بره خالص في البري انر ريجن وتحط الاكس. فالستول اكزامينيشن مش هنشوف فيه الاكس الا نادرا لو هي معديه حصل رابشر لليوترس، الفيميل خارجه حصل رابشر لليوترس وخرجت منها الاكس. اذروايز احنا بس ممكن نشوف الادلت ورم وهم migrating. لو عندنا female child patient ممكن نشوف ال eggs دي في ال urine of the child patient. الطريقة الثانية للdiagnosis ان احنا بقى نجيب ال eggs نشوفها من في ال perianal region، وده بيتم عن طريق حاجة من اتنين، يا اما scotch adhesive tape swab. سواب زي مسحة بنعملها بحاجة زي السوليتيب او البلاستر. application of the scotch adhesive tape ده للبرينال ريجون، وبعدين نحطها على جلاس سلايد ونفحصها ونلاقي فيها ال eggs of entrobius vermicularis. بس الطريقة دي فيها عيب ان هي ال egg دي طبعا infective زي ما احنا شايفين، ده هي mature فممكن تعمل infection للإكزامينر. الطريقه الثانيه حاجه اسمها NIH swab او National Institute of Health swab، ده عشان نعمل بروتكشن للاكزامينر، ما بيعملش ابلكيشن للسكوتش ادهيزيف تيب دايركت، بنعمل ابلكيشن للبروب اللي موجود في الصوره اللي فوق ده، ابلكيشن للبري انر ريجن، وبعدين نحط البروب ده جوه التيوب زي الصوره اللي تحت وترانسفيرد للمعمل. وجوه في اللابوراتوري نفسه بقى بنشيل السلوفان بيبر اللي موجوده على التيب اوف ذا بروب ونعمل لها على جلاس سلايد ونعمل لها اكزامينيشن، هنلاقي فيها اكس. الفيميل دي ما بتحطش الاكس كل مره، فاحنا ممكن كل يوم، فاحنا محتاجين نعمل ريبيتد اكزامينيشن اون كونسيكوتيف دايز لحد ما نلاقي الاكس. هنعالجها ازاي؟ الدراج اوف تشويس هو البندازول سنجل دوز، بس احنا محتاجين ندي سكند دوز علشان برافو، علشان لو كان في اوتو انفكشن او ريترو انفكشن وتكون لنا أضلت تانيين احنا محتاجين ندي الدوز دي بعد اسبوعين على ما يكونوا اتكونوا علشان نموتهم في حاله الاوتو انفكشن او الريترو انفكشن. في نوع من الاوينتمنت اسمه ميركريال اوينتمنت او الوايت بريسيبيتيت اوينتمنت، ده بيبقى ابلايد للبرينال ريجون سبيشالي ات نايت. اول حاجه بيقلل الايتشنج، بيموت الفيميلز اللي هيخرجوا عشان يحطوا الايجز في البرينال ريجون، وبيعمل ستيكي فبيعمل بيمنع الديسبيرسال اوف ايجز. هنعمل ازاي بريفنشن للانتروبيوس فيرميكولاريس انفكشن؟ اول حاجه البيرسونال كلينينس از اسينشال، الاطفال الصغيرين بنلبسهم تايت شورت عشان نمنع السكراتشنج. الايج زي ما انا قلت خفيفه وممكن الهواء يشيلها تعمل كونتامينيشن لفود، فاحنا محتاجين نعمل بروتكشن اوف ذا فود اند درينكس. الايج دي عليها ستيكي البيومينس لاير من بره، فالستيكي البيومينس لاير دي بتخليها تلزق على الحاجات، فلو حد دخل التويليت وما غسلش ايده ومسك اكره الباب او الحنفيه اللي هيجي بعده هيلاقي الايجز ستيكي عليها، هو نفسه ايده هتبقى كونتامينيتد وممكن يعدي نفسه. ماس تريتمنت للاسره وللكوميونتي اللي موجود فيه لو لقينا فيه كيس انفكتد، يعني لو في طفل صغير شخصناه ان هو انتروبيوس فيرميكولاريس انفكشن احنا نتوقع ان كل افراد الاسره وكمان الفصل بتاعه كله هيكون مصاب، لانها واحده من الموست كومن بارازيتيك انفكشنز اللي موجوده في الكوميونتي، يعني
لان زي ما قلت هي خفيفه ولها ستيكي لاير والايج بتاعتها ماتيور، فبتعدي في خلال من 4 ل6 ساعات بعد ما تتحط، فعشان كده سهل الانتشار بتاعها، ومحتاجين نعمل لها بريفنشن بروبر بريفنشن عشان نعمل كنترول للديزيز. نجاوب مع بعض. During examination can be useful for the detection of which of the following parasites. أكيد الانتروبيوس فيرميكيوليرس صح. Which of the following is the commonest parasitic infection؟ أسكاريس ولا انتروبيوس ترايكوريس ولا ترايكوسترونجلس؟ هي بالفعل الانتروبيوس فيرميكيوليرس. كده خلصنا المحاضرة، ودي الريسورسز اللي ممكن تقروا منها الموضوع دوت. الايميل بتاعي اذا كان في اي استفسارات، وممكن على الواتساب زي ما حددنا لكم يوم الاربعاء من 6 ل 9. Thank you.